راسي نازف دابا، انا حاسه براسي كلي دابا عامر بالتر. ما كان غير من 5 أيام 6 أيام هذا كيجيني النزيف دابا يوميا، ما كيحبش الا ما شربتش الدواء ما تيحبش. من شعبان، شعبان وانا فيا النزيف، يلا اكتشفته دابا شي شهرين تقريبا نزيف دابا. دابا انا بارك وكاين نزيف دابا، انا حاسه براسي كلي دابا عامر بالتب. خاصني دابا ندير استئصال رحم. مشيت عند الطبيب الاول قال لي عندك كونسير في الوالده، مشيت عند طبيب اخر درت تحاليل اكد لي بان، اكدت لي التحاليل بانني راه عندي كونسير في الوالده. ومن شعبان ما بقيت، من شعبان ما بقيت دابا كندير عشري ما والو. ملي جاني هاد النزيف ما بقيتش كنزيد نقدر نتحرك، كنزيد غير شويه كيهبل كيتجاهد ليا النزيف يوميا. دابا كان غير من 5 أيام 6 أيام هكا كيجيني النزيف دابا يوميا، ما كيحبش الا ما شربتش الدواء ما تيحبش. ساعه تقريبا، ساعه الا ربع دتيت كيت ندوز ثاني مع شي 4 سوايع ولا شنو يعاود ثاني هيجي النزيف. سولت هنا عند، سولت على واحد الطبيب هنا قال لي كيديرها بمليون، الا دخل شي حد ولا وقف معايا شي حد تيعرفو يقدر ينقص ليا شويه، يقدر يخلي لي ب 160 150. انا ما عنديش دابا. 4 تحليلات درت 4 تحليلات، ما درتش وحده اللي جاتني غاليه شويه، دايره 46 ما عنديش باش نديرها، جاتني غاليه. بغيت الا كاين شي محسنين يتعاونوا معايا يوقفوا معايا ندير هاد العمليه، ولا كاين شي محسن يعاونني باش نولي ناخذ هاد الدواء بعدا على ما درت العمليه، حيت خاصني ضروري ناخذ هاد شي 300 درهم تقريبا، خاصني نشري دابا يوميا خاصني هاد الدواء، ضروري يكون عندي. دابا مبقاش عندي، بقاو عندي هاد جوج. دابا غنفطر، دابا خاصني نشرب هاد جوج من هنا وجوج من هنا، ما في الليل ما غنلقاش ما نشرب. قالوا لي مزيان الصيام، قالوا لي مزيان صيام متقطع تغذيه صحيه ديري ريجيم. دابا هادشي اللي دايره، كنصوم نهار ونفطر نهار. كنطلب من المحسنين الله يجازيكم بالخير، اللي كيسمعني اللي كيشوفني الله يرحم لكم الوالدين. هاد العمليه انا ما عنديش باش نديرها، وهاد التحليلات هي جاتني غاليه، والدواء دابا حاليا هاد الفانيد انا دابا ما عنديش باش نشريه. الله يجازيكم بالخير والله يرحم الوالدين.